السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة لطيفة البراقي وموقع لالا لطيفة. اليوم بحول الله غادي نديرو طاجين دجاج بالحمص والزبيب. هي وصفة سهلة وبنينة اقتصادية وفي متناول الجميع. إذا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك، تابونا وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات بمجرد ما نزلها في القناة. لهاد الوصفة بحاجتنا الكمية تاع دجاج سيداتي حسب عدد أفراد الأسرة، بطبيعة الحال الحمص اللي تنكونو مفسقينو بليلة ومفسخينو أي محيدين ليه القشرة، كمية تاع زبيب، واحد البصلة مشلضة، ربع كاس تاع زيت الزيتون وزيت المائدة مخلطين، كمية من الماء الساخن، والتوابل كيف تشوفوا لوزاس كنجبير خرقوم عواد، كمية من الملح حسب الذوق، القزبر المعدنوس، ثومة وشوية القرفة. دائما تنبداو طياب في الطاجين وهو بارد، يعني ما شعلينش عليه النار، تنديرو في الطاجين الزيت، تنزيدو التوابل الثومة والقزبر والمعدنوس، تنخلطوهم ونشرملو مزيان الدجاج في هاد الشرمولة باش تدخل مزيان في الدجاج، ثم تنسدو على الطاجين ونقليو هاد الدجاج من حتى يشد اللون من جميع الجوانب تاعو. ثم تنزيدو البصلة ونهزو الدجاج فوق البصلة بحيث البصلة غادي ديرنا هي الطبقة الأولى اللي لتحت في الطاجين. نزيدو الحمص ونزيدو الزبيب من الفوق ونزيدو شوية القرفة والملحة حسب الذوق. وكمية تاع الماء يكون سخون باش نمرق. نسدو على الطاجين بهذه الطريقة باش ما يفيدش لينا ونخليه ياخذ خاطرو في الطياب. مرة تنحلو الطاجين ونحاولو نهزو المرقة ونسقيو بها من الفوق الحمص والزبيب باش يتشبعو بالمرق اللي فيه المذاق تاع التوابل والمرق تاع الدجاج. طاجين الدجاج بالحمص والزبيب تيجي على هذا الشكل، هو من طواجن المالحة والحلوة المعروفة في المطبخ المغربي. تيجي المذاق تاعو رائع، ما تنشبعوش صراحة منه. إلى عجبتكم الوصفة جربوها وردوا عليا في التعليقات تاعكم، شاركوا في القناة ما تبخلوش عليها بجام. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.